فسيفساء جزائرية متنوعة تبدع في كرفان وطني يجوب جسور مدينة قسنطين المعلقة بدءا من جسر سيدي راشد. تشارك فيها فعاليات المجتمع على اختلافها، لا سيما الفرق الرياضية الجديدة احتفاء بالخامس جويلية. في طريق اختصاص تايكوندو وفريق درجات نارية، أول باعتبار هي أول فريق في قسنطينة ينشط في الرياضات الميكانيكية. راح نشاركوا إن شاء الله في احتفالية 5 جويلية، إن شاء الله عيد الاستقلال. رانا فرحانين، والدراجة النارية يعني هي بدأت تأخذ شهرة في السنوات الأخيرة، وماذا بينا نكونوا الأولين إن شاء الله في قسنطينة. للرابطة القسنطينية للكاراتي دو، وكان هذا البراعم الذين شاركوا معنا في مختلف الأعمار، ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل إن شاء الله. هذه كيب تاع الباسكيت تاع لي زونديكابي تاع ذوي الاحتياجات الخاصة، نتمنوا للبلاد الخير والازدهار ان شاء الله. رانا دخلنا في ليكيب ديزا 5 جويليه، راهي حفله راهي شباب اليوم هم رجال الغد ان شاء الله، فحياة الشعوب بشبانها ونحن لشعبنا شبانه، لنا همة سوف نعلو بها إلى أن يروح الورى شأنه. فنانون أبوا إلا أن يجسدوا مشاهد من قصة الشهيد حملاوي ويوثقون على طريقتهم الخاصة لحظة استشهاد البطل. راح نعاودوا تمثيلية كيفاش استشهد الشهيد حملاوي في لاري كاورو لهنا في قسنطينة، ميزون سان كيفاش استشهد لهنا، كيفاش حاصروه الجيش الفرنسي. حصل لي الشرف اني اليوم تحصلت في هذه المناسبة الرائعة والجميلة بشخصية اللي راح نلعبها اليوم حملاوي. شرف كبير لي اني استدعيت لتمثيل دور البطلة الفدائية الشهيدة مريم بوعتورة. جينا اليوم عندنا جروب فرقة موسيقية وصفان، ومزج ما بين وصفان وفرقة تاع الدبكة فلسطين. هي احتفالية إذن الخامس جويلية 2021 من قلب مدينة قسنطينة، الجميع يتشارك احتفاء بالجزائر أولا والجزائر في الختام. راضية بالجدوى الجزائرية وان قسنطينة.